أهل الجوفة تملكوا أرضهم بتعبهم وشرائهم لهذه الأراضي أو من خلال وراثتها. ولما الدولة العثمانية قامت بتسجيل الأرض باسم أصحابها، الناس راحوا سجلوا ودفعوا الضرائب والأشياء الرسمية وأخذوا مقابلها سندات رسمية فيها. أنا بدي أعرض عليكم اليوم واحدة من هذه الوثائق، اللي هو عبارة عن كوشان أصلي من زمن الدولة العثمانية لتملك الناس في أرضهم في منطقة الجوفي، اللي هي عبارة عن القرية الفلسطينية الواقعة حاليا في غور بيسان، وإن كانت تابعة في ذلك الوقت لمدينة جنين، يعني من ناحية إدارية تابعة لجنين، لكن موقعها لبيسان كان أقرب. فهي سند خاقاني في منطقة أو في قضاء جنين في أرض الجوفي، مسجلة اسم صاحبها و الحدود الحصص والختم والأشياء الرسمية اللي بتثبت إنه الناس كانوا يملكوا هذه الأرض بأسمائهم الشخصية وما تنازلوا عنها حتى الآن. الفلسطينية بيحملوا مفاتيح بيوتهم من القرى والمدن اللي أتهجروا منها. المفتاح حتى الآن هو عبارة عن رمز حقيقي للعودة، بأنه الناس يعني سكروا بيوتهم على أساس إنهم يرجعوا عليها بعد يعني يوم يومين ولا انتهاء العمليات الحربية في ذلك الموقع. فالاحتفاظ بالمفتاح هو احتفاظ بقيمة يعني عليا، اللي هي العودة، وإن شاء الله عائدون. الجوفي تأسست تقريبا من 150 سنة في غور بيسان. هي سكانها الأصليين هم من قرية فقوعة. السبب تأسيس هذه القرية كان هو محاولة لتوفير الوقت والجهد في الذهاب والإياب من قرية فقوعة إلى قرية الجوفي، حتى الناس توفر في ذلك الوقت جهدها ووقتها. في ذلك الوقت ما كانش لا في سيارات ولا في وسائل نقل سريعة، فكان الناس يحاولوا يبنوا بيوت بيت على بيت، حتى صار في عندنا قرية كاملة موجودة في غور بيسان اسمها الجوفي. الجوفي في يعني عشية النكبة كان فيها 50 بيت وثلاث بيوت من الشعر. لو أخذنا متوسط عدد السكان لكل بيت تقريبا 50 في 10 أشخاص، في عندنا قرية تعداد سكانها حوالي 500 نسمة، قرية يعني كبيرة العدد. اليوم الجوفي ما ظلش منها ولا بيت قائم. أي شخص بزور الجوفي مش راح يندل عليها، لأنه ما ظل فيها يعني بيوت قائمة مثل بعض القرى. اليوم أرضها مزروعة، أغلب المزروعات عبارة عن مانجا أفوكادو وأشجار متنوعة. والجوفي منطقة جميلة جدا، حولها مجموعة كبيرة من الينابيع اللي كانوا أهلها يستخدموها، مثل نبع المدوع، نبع الجوزك. هذه الينابيع العذبة اللي كانوا الناس يشربوا منها ويستخدموها بشكل دائم، أعطت هذه المنطقة الآن جمالية سياحية بشكل لا يوصف. يعني قمة الجمال في هذه المنطقة، أرض خضراء، ينابيع مياه متعددة، أودية، يعني منطقة سياحية أيضا من الطراز الأول، إضافة إلى قيمتها الزراعية. احنا بنحاول انه نضوي على هاي الاماكن اللي خصوصا تم اهمالها من قبل المؤرخين والجغرافيين الفلسطينيين. لم يذكر الجوفي الكثير من المؤرخين والجغرافيين، ولكن بعضهم ذكروها واعطوا تفصيلات دقيقة على احداثياتها وعلى شو الاماكن، شو الاشياء التاريخية او الاثرية اللي كانت موجودة في الجوفي. واليوم في الذكرى 75 احنا بنحاول انه نعيد احياء هذه الذكريات حتى نوصل رسالة انه الابناء ما نسيوا اراضيهم، وانه الابناء فعلا قاعدين بيحاولوا يعملوا احياء لهذه الذكريات اللي سمعوها من الاباء والاجداد، حتى تكون يعني ذكرياتهم وتاريخهم غض ونظر، حتى انه العودة تكون اقرب الى هذا الجيل. احنا رجعين بعون الله، ما نرضى الوطن البديل، إلنا القدس ورام الله.